السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم من جديد في قناة طيور السر الوادي. يلا تعالوا نشوف الحلقة النهاردة لروزي. يلا روزي، هنشوف دلوقتي هيستجيب ليا ولا لأ. هنشوف هنخليه يتعلم الحمار يلعب يجيب الخرزة دي وإيه بعدين كده. برافو، يلا هات. ماشي ماشي هات. مجرد بس إن هو يلمسها يعرف ان هو ايه ده اللي انا عايزه. يلا رز، برافو، وديله الحته بتاعته. هي شكرا شكرا، اهي اهي خلاص خلاص. يلا اتفضل، برافو. ولازم برضو اقول كلمه تشجعه زي برافو كده او شاطر، يعني حافز ليه برضو وما شاء الله يفهمه برضو. يلا هات دي، اهي اهي. بص بص اهي روزي، هات. برافو برافو برافو. هاخد الكرة تاني معايا أو الخرزة عامة يعني، بعد كده أرميها هو يشوف هيروح لها. يلا برافو، أول ما يلمسها على طول أديله الإيه؟ المكافأة بتاعته، بحيث يعرف ده اللي أنا عايزه يعمله. بعد كده هنلاقيه هو لوحده بيلمسها من غير ما ايه، من غير ما اقولها. برافو، يلا امسك روزي روزي. هو دلوقتي بيدور عليها هي فين؟ اهي. برافو 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 برافو.